بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 84 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى باب تحريم الظلم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: وما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة. هذا الباب في تحريم الظلم وفي رد المظالم، أي ما يأتي من الأدلة في وجوب رد المظالم ووخيم عقاب من أخرها أو لم يستوفي مظالمه من صاحبه في الدنيا بأن يبيحه أو يرد عليه مظلمته. وذكر في هذا آيتين: ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، وما للظالمين من نصير. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أنواع ثلاثة: أفظعها وأشنعها وأخطرها ظلم العبد ربه. فكيف يظلم هذا العبد الفقير المسكين ربه الغني المتعالي؟ ظلمه لربه بأن يضع حقه لغيره. فحق الله على عبيده أن يعبدوه ويوحدوه، فيذهب هذا المسكين يعطي حق الله في العبادة لغيره، كما قال جل وعلا في فاتحة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله بإيتائه له بالتوحيد إلى أن صرفوا حق الله لغيره بالشرك، في عبادة، في دعاء، في استغاثة، في نذر، في طلبة، في ذبح، في طاعة، في توكل، في خشية، في خوف، في رجاء، إلى سائر أنواع العبادة. وهذا الظلم الذي هو أعظم الظلم هو المنوه عنه في وصية لقمان الحكيم لابنه، كما قال جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ينصحه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل الشرك هو الظلم العظيم. ولما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك وعظم على الصحابة رضي الله عنهم جدا. فقال قائلهم: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الظلم العظيم نوعان: ظلم أكبر في الشرك الأكبر، ومنه الكفر الأكبر، ومنه النفاق الاعتقادي. وهناك ظلم أصغر، وهو الشرك الأصغر والنفاق العملي والكفر الأصغر، وكلاهما خطيران جدا، وأخطرهما الذي يخرج من الملة هو الظلم الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، فهو يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار ويذهب عصمة الدم والمال ولا يغفره الله جل وعلا، لا يغفره لصاحبه، وحرام عليه الجنة،
وهو إذا مات يعامل معاملة غير المسلمين. أما الظلم الأصغر ومنه الشرك الأصغر فهذا معدود في كبائر الذنوب، إلا أنه في الشرك الأصغر خطير، إذ هو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو لا يغفره الله بذاته ويحبط العمل الذي صاحبه، ولا يحبط جميع الأعمال كما هو في الشرك والظلم الأكبر. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بأن يوبقها، إما بأن يفرط في الفرائض والواجبات أو يتساهل في وقوعه في المحرمات والمنهيات، فهذا ظلم العبد نفسه، ظلمها. الثالث ظلم العبد غيره، وهذا مقصود للمصنف في هذا الباب، في أنواع المظالم، في مظالم أموال يأخذها ولا يؤديها، في مكاسب محرمة، في مظالم لسان يجعل لسانه مهذارا في الناس، يتكلم في دينهم في عقيدتهم في استقامتهم أو يتكلم في أعراضهم، فهذا من الظلم. ومن الظلم أيضا ظلم الناس في دمائهم، وهذا يشمل القتل ويشمل ما دون القتل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي نوه عنه المصنف قد مضى في باب المجاهدة، وترى يحسن بكم الظن النووي، حسبكم تحفظون الأحاديث، أنتم حافظينها، ها؟ ظهر الجواب من عنوانه، ها؟ لا، هو ما يقول تكفى الفاتحة، يبيكم تحفظونها، لا تدربي الرأس بس. يشير إلى حديث أبي ذر القدسي قال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث الطويل أخرجه مسلم في صحيحه، وشاهده أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله لا يظلم ولا يصح أن يقع منه الظلم، بل تنزه عنه جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله لا يقع منه ظلم ولا يرضى بالظلم أن يقع في عباده، لأنه حرمه على نفسه. يتفلسف المتفلسفة ويستطيل المتكلمة، يقول: هل الله قادر على الظلم ولا ما هو بقادر؟ نقول: هذا سؤال فارغ، بل هو سؤال بدعي، حسبك أن الله على كل شيء قدير، وأن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا تمدح بعدم الظلم لاتصافه بكمال ضد الظلم وهو العدل. وهكذا كل صفة منفية عن الله في القرآن فإن الله له كمال ضدها: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء، لكمال قوته وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عن نفسه السنة وهو النعاس، ونفى عن نفسه النوم، والسنة مقدماته. ليه؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. نفى عن نفسه العجز لكمال قوته. نفى عن نفسه الولد والصاحبة والوالد لكمال وحدانيته وأحديته، سبحانه لا إله إلا هو. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالظلم لا يصح من الله ولا يقع منه، لأن الله حرمه على نفسه.
ولو عذب الخلق كلهم، كل الخلق، إنسهم وجنهم صالحهم وفاجرهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذ الخلق خلقه ويفعل بهم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا ضعفت بصيرة وضعف عقل من قاس الله بعقله، فجعل ما يصح في عقله يصح على ربه. عقلك قاصر يا مسكين، وإدراكك ناقص، وفهمك ضعيف، لا تناطح به رب العالمين جل وعلا. اعرف قدرك وقدر الله قدره. وهذه الآية وما قدر الله حق قدره مرت في ثلاث مواضع، كلها في مواضع صفات الله وربوبيته سبحانه وتعالى. ففي سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جاءت في معرض صفة الكلام. وفي آخر الحج وما قدر الله حق قدره في معرض ربوبيته ودلائل وحدانيته. وفي آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن من قدر الله حق قدره هو من عرف الله فآمن به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعظمه وأجله. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا قال الأول في ذكر كمال عدله وانتفاء الظلم عنه: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لو عذب الخلق ما هو بظالم لهم. أنت لك بيت ولله المثل الأعلى، هدمته أحد يتحكم فيك؟ البيت بيتك والملك ملكك. فكذلك الخلق لله جل وعلا، ولكنه اقتضى لنفسه أن يكرم الطائعين والموحدين ويعذب الكافرين والمنافقين. هذا من كمال عدله وكمال حكمته. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، جعل الظلم بين العباد محرما فلا تظالموا، وهو بين العباد كلهم حتى بين الخلق كلهم. لكن هذا الأمر مناط بماذا؟ مناط بالتكليف. ولهذا يوم القيامة يقتص جل وعلا للشاة الجلحة اللي ما له قرون من أختها القرنة نطحتها في الدنيا. طيب هل الشيات مكلفة؟ ها؟ كلفهم الله؟ طيب لماذا ينتطح لهذه من أختها التي نطحتها؟ ليظهر للعباد المكلفين في الحساب للإنس والجن، ليظهر لهم كمال عدله وأنه اليوم لا يظلم عنده أحد. ولهذا إذا اقتص لهذه من أختها أغداهن بعد ذلك ترابا، خلاص ما عليهن شيء. ولهذا عظمت الآخرة في نفوس الكمل من العباد الله. تمنى الصديق أنه شاة تذبح وتنحر، أو أنه عضات شجرة تقطع وتحرق ولا يحاسب، وهو الذي شهد له بالصديقية وشهد له بالجنة. إذا كان هذا في حاله، وش نقول حنا في أنفسنا؟ والبون شاسع والفرق فارق بين الثرى والثريا، ولكن الأمل بالله والرجاء معلق به سبحانه وتعالى. فالحبال متعلقة به أن يرحمنا. وخذوا قاعدة: من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. من كان بالله أعرف، المعرفة التي تنفعه، كان من الله جل وعلا أجل وله جل وعلا أخوف. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة،
واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم، قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. وهذا الذي يصدر بأمر التقوى أمر عظيم، تكاثر في القرآن في مواضع كثيرة: اتقوا الله، لأن الله عظيم. اتقوا الظلم لأنه عظيم أيضا. ثم علله بقوله: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقاء الظلم بتركه ومحاذرته وعدم الوصول إليه، فإن بلغت مبلغا تظلم أو تظلم كن المظلوم لا تكن الظالم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلمات متعلقة بالمظلومين ومتعلقة بالظلم نفسه. أما تعلقها بالمظلوم، وش هقوتكم؟ المظلوم يسبح عن ظلامته يوم القيامة، تبونه يعفو وهو يبي يفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويفر من أقرب الناس إليه حتى ما يطلبونه حسنة أو يحملونه سيئة. تهجون في هكذا الموضع، يبي يسمح ولا يبي النجاة والفكاك؟ نفسي نفسي، قالها أنبياء الله الكمل عليهم الصلاة والسلام. وهو ظلمات في حق الظالم، وهو ظلمات في حق حسناته، وهو ظلمات في حق تأخيره إن كان من أهل الجنة أي لجهة، وهو ظلمات متعلق بالظلم نفسه، لأن الله له يوم القيامة ثلاث دواوين: فديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله البتة، وديوان ثالث لا يترك الله منه شيئا ولا مقدار ذرة. فأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو الذنوب في حقه فيما دون الشرك به، وأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك به، لآيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا ولا مقدار ذرة، المظالم بين العباد. فحقوق العباد، أخذ منها هذه القاعدة، حقوق العباد مبناها على المشاحة، على المدافعة: حقي وحقك، وعطني وأعطيك. وحقوق الله مبناها على العفو وعلى المسامحة، لأن الله أهل للعفو وأهل للتقوى وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى. ولهذا أول ما ينظر في مظالم العباد يوم القيامة في الدماء، هي أول ما ينظر فيه. لماذا؟ لأنه ظلم بإزهاق النفوس، فيأتي المقتول وفي يده قاتله: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، ليه قتلني؟ المسألة مسألة عظيمة وجديرة أن ينتبه لها المؤمن ويتحرز منها ويتقيها لعله أن ينجو. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح وهو البخل، وأعظم البخل أن تشح على نفسك، هذا أعظم البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان من دعاء عثمان وهو الفقيه الراشد الخليفة رضي الله عنه: رب قني شح نفسي. ضعف مفهوم الناس بالشح أنه البخل على غيره، على أضيافه وعلى الناس، هذا ضرب من ضروبه لكن ليس هو كله، وإنما الشح البخل، تبخل على نفسك بنجاتها وفكاكها، تبخل على نفسك بقوتها، تبخل على ولدك، على أهلك، تبخل في حق الله في الزكاة، تبخل بجاهك، وهذا نوع من أنواع البخل، ما هو كله بالدراهم وبالملبوس والمأكول والمركوب. فإنما أهلك من كان قبلكم الشح،
وهذا في أهل الكتابين ولا سيما اليهود، فإنهم أشح خلق الله وأبخلهم وأطمعهم. حملهم الشح على ماذا؟ ها، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم ربهم، كل ذلك من شحهم وشفحهم على الدنيا. مش اللي خلاهم يحرفون التوراة والإنجيل ليشتروا بها ثمنا قليلا، ليرضوا بها الناس ويغضبوا بها رب الناس، حتى يرضى عليهم بها الملوك والتجار والكبرى، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا شح، وهو الطمع والشفح في هذه الدنيا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ما يشبع ولا يقنع. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا. يمكن يسلك واد من ذهب؟ ما يمكن، لكن لو حرف امتناع لامتناع لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا. هو يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. من كان يتمنى 100,000 حصلها، يبي مليون حصلها، يبي 100 مليون، ما يشبع، ما يملأ جوفه إلا التراب. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه وين؟ في قلبه. خلاص، لأن الدنيا ما تسوى عنده شيء، غناه في قلبه، وتعلق قلبه بهذه الآخرة فينجو. أما من تعلق بالدنيا وصارت هي همه، والله الغالب أنه راح فيها إلا أن يمن الله عليه بتوبته. الله يمن علينا وعليكم بتوبته وعفوه، ويجعل الدنيا أحقر ما ننظر إليه، ويجعل الآخرة أعظم ما ننظر إليه، ويحل علينا بذلك رضوانه فلا يسقط علينا أبدا. نعم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. حتى يقاد للشاة الجلحاء، لأنها مصروفة. نعم. حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وهذا حديث دل على ما سبق، وهو دليل على الجزء الثاني من الترجمة، باب تحريم الظلم ورد المظالم، رد المظالم إلى أهلها. أدوا الحقوق إلى أهلها، لأن بترك أداء الحقوق يقع الظلم. أنت أيها الأب جعلك الله قيماً، هذه القوامة ما هي ببلاش، وإنما لتؤدي حقوقها. أوجب لك سمع زوجتك وإطاعتها لك، وسمع أولادك لتنتبه. أنت أيها المسؤول، المسؤولية ما هي بشرف ولا هي بكرامة نبي نروح نهنيه على هالمنصب، لأنك مسكين وهو مسكين مثلك، ما يهنأ على التكاليف، رح عزه إن كانت صادق. لكن لما ضعفت البصيرة وقل العلم وضعفت المروءة وتلصص ويبون شيء من حساحس الدنيا، نروح نهني فلان على منصبه يمكن نحتاجه. إذا هي ما هبل لله، كلها للدنيا، وما يهنأ إنما يعزى. مسؤولية عظمت عليه، والموفق وهم قلة من يدعو له أن الله يعينه على هذه المسؤولية. ما هو بيدعو له في وجهه، يدعو له في ظهره، هذا الدعاء اللي ينفع. وفي آخر الزمان تكون المناصب في بين الناس دولا، يتباركون فيها ويتهانون فيها ويعزمونه، هذا صار راعي منصب، صار مدير، صار مسؤول، صار وزير، يعزمون وشو عليه إلا عزوه. ولما ولي أحد العلماء القضاء عندنا في بلدنا، جاءه تكليف الإمام، وهو بياع شراي له دكان،
توفي القاضي الشيخ صالح بن عثمان القاضي وولوا هذا الشيخ القضاء الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع، وجاءه التكليف لم يبسط لك اليوم في دكانه، وجاءه جيرانه يعزونه يبكون، يبكي المعين ويبكي المعزي، يهونون المصاب عليه في وليته القضاء، وحين يدورون الوصايا لعيالهم يصيرون قضاة. أه والله زمان، زمان كأهله وأهله كما ترى، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي في هذه الدنيا، فإن يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من أختها القرناء. وهذا الاقتصاص ليس لأن الشياة مكلفة، ولكن ليظهر الله لهؤلاء العبيد المحاسبين من الإنس والجان أنه لا يظلم عنده في ذلك اليوم أحد. فرد المظالم إلى أهلها من أموال أو دماء أو أعراض، شتمت، سبيت، اغتبت، نميت، ردها إلى أهلها، تحلل منهم عساك تنجو، ولتراهم الله ما هم خلينك يوم القيامة. انتبه، لا يدعونك يوم القيامة ولا يتركونك، وهذا من رد المظالم إلى أهلها. وفي زمننا هذا من الفراغة ونقص الدين ونقص العقل أصبح من الناس ما هو بيغتاب، ينقل الغيبة إلى الناس، والله فلان يقول فيك كذا، ما لقى الشيطان مطية إلا هذا ينقله هذه الغيبة، صار هماز مشاء بنميم، وذاك اغتاب وعظم الله شأن الغيبة. وهذه من المظالم، هذه من المظالم أيها الإخوة، فاحذروا أن تستهينوا بها، انتبهوا لها. ولهذا اللسان يجذب لصاحبه المهالك إن لم يضبطه ويتقي الله فيه. دخل عمر على أبي بكر، أفضل رجلين في هذه الأمة، بل أفضل رجلين في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان أبو بكر هو الخليفة، وهو يجبد لسانه يجذبه، أنت معنا يا أخي، معنا، غفوة، والله من واحد واحد الغفاء. فإذا هو يجذب لسانه فقال ما غفر الله لك عسى ما شاء، قال هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللي بيورطني، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا حديث ابن عمر حديث عظيم يشير إلى أمر تكاثر الكلام فيه والإطناب، وهو الإسهاب والتطويل والإعادة والابتداء في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الكلام في المسيح الدجال. يقول تذاكرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وما ندري ما حجة الوداع، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال، إنما ذكر لهم أمرا عظيما يخافه ويخافه عليهم،
ومن تأمل في سيرته وجد أن ذكره للدجال تكاثر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال: فأطنب فيه، أي أطال فيه الكلام. ومما ذكر أنه ما من نبي من أنبياء الله من نوح فمن بعده إلا أنذره أمته، آدم فمن بعده كلهم أنذروا أمتهم المسيح الدجال. إذن هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، كلهم أنذروا أقوامهم وحذروهم منه. وقال في حديث: ألا إني أنذركموه، ألا إنه ليس يخفى عليكم، فإن خفي عليكم من أمره شيء، تلبيسه، تدليسه، تزويره، تزويقه، الدعاية المغرضة والباطلة له، كما تشوفونها الآن فيما دون الدجال، في لعب، في دشير، في مشاهير، في مغنين، في لاعبين، لهم دعاية حتى كأنهم النجوم في السماء عند من يعطيهم وجهه ويسلم لهم نياط قلبه، وذولا ما معهم أي خارق من خوارق العادة. كيف لو ظهر على هؤلاء الدجال؟ والله ما أسهل عليهم في انقيادهم له واتباعهم إياه. فإن خفي عليكم من أمره شيء، أي من باب التلبيس والتخفية والتعمية، فلا يخفى عليكم أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة مفضوخة، ألا وإن ربكم ليس بأعور، لأن الله كامل وهذا ناقص. ولهذا الدجال منتهى شره ادعاؤه الربوبية، ترى يبدأ بمراحل يدرج الناس مثل ما تدرجون الضلع، يبدأ أولا فيدعي أنه ولي، يكثر أتباعه، شوفوا الآن مدعين الولاية كم أتباعهم، يظن فيهم الخوارق والعادات، فلا يقنع فيدعي أنه نبي فيكثر أتباعه، إلى أن يبلغ منتهى شره فيدعي أنه رب العالمين، ويؤيد بخوارق امتحان للناس واختبار لهم. ولهذا عظمت فتنته واشتد خطره وعظم خطبه حتى أنذره كل نبي أمته، وكان أشد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إنذارا وإعذارا وتبيينا لبدعته وشره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أوضح الصفات، يدعي أنه رب العالمين، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يأمر السماء فتنبت فتمطر والأرض فتنبت، معه جبال خبز وطعام، يمتحن الناس. وأوضح علاماته أنه أعور. طيب هل كل الناس يرونه؟ نعم، هذا المناط بأنه أعور أن الناس يرونه، إما يرونه مباشرة أو عبر الوسائط والوسائل. وهذا مما كمل به علم الله وتقديره. جاء في بعض الآثار أن الدجال إذا خرج تسامع الناس بخروجه في وقت واحد، اللي في الشرق واللي في الغرب، فأشكل هذا على الشراح القدامى قبل أن تأتي الوسائل، فقال أحدهم: لعل الله يبعث ملكا ينادي في السماء أن الدجال قد خرج، في زمانكم هذا يستبعد؟ أبدا، ما يستبعد، والله على كل شيء قدير، وإليه سبحانه المرجع والمآل والمصير، وكل شيء إليه فقير. ألا إنه أعور العين اليمنى، يعني لا يخفى عليكم دعواه بأنه يخلق ويرزق، معه جنة ونار، كل ذا خرطي، كذب، تدليس وتلبيس وتخيع على العيون. البين: عور عينه اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. لا يشتبه هذا الخبيث بما معه من الخوارق والمخاريق أنه رب العالمين. وأمر عليه الصلاة والسلام من أدركه، قال: فمن أدركه فليأتي ناره، لأن معه نار يحذر بها وينذر، ومعه جنة يرغب بها ويدعو، انتبه تنخدع بجنته، فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، لكنها تخيل وتقمير على العيون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام
الأمر الذي ساق المصنف الحديث له في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إما يوم عرفة أو يوم النحر أو يوم الثاني عشر، في شهركم هذا في أشهر الحج وأشهر الحرم، في بلدكم هذا أي في مكة أعظم البلدان حرمة في هذه البسيطة. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كيف يضربون بعضهم رقابة؟ بالقتل وسفك الدم، وهذا ما يأتي مباشرة، قبله تهيجات، يتهيج بالكلام وبالضغائن والأحقاد، وفلان قال فيك وأنت ما أخذت حظك من فلان، فلان سود وجهك قدام الناس وأنت ما لطمته، إلى أن يوقد النار نار الحقد والشنآن في قلبه. لو أنتم كفوا لفلان كان ذبحتوا فلان، وهم ذبحوا منكم فلان، كما هي عند الجهال وإن كان من أصحاب الشهادات وأرباب الأموال. بلايا، والمعافى منها من عافاه الله، والسالم فيها من سلمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ الله ألا هل بلغت؟ في يوم عرفة رفع السبابة، اللهم، قال لهم: إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فرفع اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد وينكتها عليهم، اللهم فاشهد وينكتها عليهم، اللهم فاشهد وينكتها عليهم ثلاثا، صلى الله عليه وسلم أنه بلغ. ما بدنا نقص علم يا أخواني، بدنا نقص عمل، نسمع الموعظة ونسمع الخير والقرآن والحديث ونتأثر، لكن إلى أي مبدأ هذا التأثر؟ هل هو يضيع مع طلوعك من باب المسجد أو مع الليل؟ هذا الشأن الذي يتعلق بالإنعاش في قلبك، هو يحتاج إنعاش ولا حي؟ ثم العمل بهذا الذي عملته. انظر الآن في ساعتك، من له عندك مظالم فتحلل منه الآن، حتى لو أخذ دنياك ما يخالف، خلك تخسر الدنيا وتربح يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، صلاة وسلاما دائما إلى يوم القرار، عليه وعلى آله ومن سبق من إخوانه ومن تبعهم من أصحابهم، ونحن على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. العفو والمسامحة. نعم. نصيحتي في إيش؟ أي. هي ما هي بواضحة. حق الله مبني على العفو، إن أتيت بما تستطيع عفى الله عنك ما لا تستطيع، إن أتيت بأشياء وغلبتك نفسك وهواك الله يعفو، توعدك بالمغفرة في كل شيء إلا بالشرك به، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقامت أحكامه على التيسير واليسر والسماحة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. حقوق العباد لا، ما هي على العفو والمسامح، قد يعفو ويسامح لمروءته وكمال عقله وحسن خلقه ودله وكريم أصله، لكن الأصل حقوقهم لا، يبي حقه وانت بحقك، هذا لي وهذا لكم. ولهذا لا تجعل لأحد عليك مدخلا في مظلمة مال، في مظلمة عرض، في مظلمة سب وشذر في اللسان، في مظالم الدماء، ما هو بس القتل، حتى ما دونه من الشج والقطع ونحو ذلك، والله أعلم. نعم يا أبا المي. أي نعم، إذا عفى المظلوم عن مظلمته في الدنيا فهل يحاسب الظالم؟ الظلم له
عدة علائق، فهو في حق الله لما تعدى حده تعدى حد الله، وفي حق المظلوم وهذا قد تجاوز عنه. إذا كان للظلم سراية وانتشار، هذه السلاية تتعلق به، مثالها القتل. المقتول له حق، وذووه ورثته لهم حق، والله له حق. إذا ترتب على القتل ثلاثة حقوق: حق الله، وهذا يطلب بالتوبة منه، طلب العفو والمغفرة. حق أولياء الدم يطلبونه إما بالدية أو ببعضها أو بالعفو عنها. ترى هذا حق للأولياء، حق المقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة. ولهذا إذا صدق القاتل في التوبة، صدق مع الله في التوبة، أرضى الله منه هذا المقتول يوم القيامة. والله أعلم. نعم. أي نعم، لا يبالي الله به. الديوان الثالث الذي لا يعبأ الله به هو الذي لا يبالي به، وهو جميع الذنوب والمعاصي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى لا يعبأ الله به، أي لا يبالي الله عز وجل به. وإن حصل لصاحبه عذاب فبقدر ذنبه لا بمزيد. ولهذا لا يمكن أن يخلد في النار من في قلبه مثقال أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يمكن أن يخلد في النار. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.